ده السقا يا عم سيف التنجيزه مش الليل ومنى زكي قلبها تحت اختنا عملت هنا عاملين له سيد علي المكي عصر يشرك العاد لا لا سيد ديجا عملت معناتها ديكلاراسيون اللي انا وقفت على كل ما هو ستاند اب وسكتشات وديز انترفونسيون وهابينينغ المرحله هذيك تعديت بها كونتني فرحان بالتجربه هذيك معناها بداياتي هذوك اما بارتير من رمضان السنه معناتها باش نواصل كان سينما مسرح مسلسلات سيت كوميت لازمنا معناتها نكبروا ونمشيوا في الصحيح والله ان شاء الله ان شاء الله باش تكون فما الموسم الثاني من 16 رمضان العام الجاي ان شاء الله علاش ليه معناتها نعمل دور درامي في عمل معناتها العام الجاي ان شاء الله 24 سنه نقرا دروا وقتل لهم انترينمون والله انا عندي قدوه في العالم العربي اللي هو احمد زكي في تونس ناس كل قدوتي معناها كل عبد قال فيها كلمه طيبه كل عبد مد يد العون هذاك باش يكون قدوه ومعناته جميل فوق راسي والله ضحكنا برشا للامانه وكنت معناتها اول ايامات رمضان انا مشدني ستريس وسط التورناج شدني ستريس في الايامات الاولى نتاع التورناج نتاع البث معناها نتاع الحلقات خاطر كنت خايف من رده فعل العباد خاطر حطيت لي انا راني عملت حاجه باهيه لازمها تمشي كما حبيت انا الحمد لله مرتحت كان ابارتير من الحلقه الخامسه كي شفت لي رياكسيون نتاع العباد ان شاء الله ديما عند حسن الظن نحبكم برشا وان شاء الله اللي جاي خير ومازال ما بديناش